زادت سرعة الخطوات البشرية نحو التحول إلى العالم الرقمي، حيث يشير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إن جائحة كورونا غيرت الطرق عبر التسوق، وذلك من خلال الإنترنت، وذلك ما يؤكد على الحاجة إلى ضمان وصول جميع الأشخاص إلى الفرص التي تتيحها الرقمنة. كما وصلت إجمالي مبيعات تجارة التجزئة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم إلى أكثر من 3 تريليونات دولار أمريكي في عام 2019. محلياً أيضاً فإن هناك تناماً واضح في الحركة الشرائية عبر الإنترنت ومن متاجر عالمية، مما يعني حاجة هذا السوق إلى قوانين تنظم عمله، ولعل أبرز تلك القوانين هي قانون الجمارك وطبعاً التعليمات الصادرة عن دائرة الجمارك. سنتعرف أكثر على قانون الجمارك وعلاقته بعمليات الشراء عبر الإنترنت مع المحامي فاروق الواكد الذي سينضم إلينا عبر سكايب. صباح الخير لك أستاذي. صباح الخير، يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيك. يعني يمكن فكرة الجمارك مرتبطة عندنا بموضوع التجارة، ولكن على مستوى أوسع، إن كان الشركات أو التجارة بشكل أكبر أو أوسع. لكن الآن مع الأونلاين أصبح الناس كل شخص معرض أنه يفوت دائرة الجمارك أو أنه يتعرض لهذا الموقف حتى يتعامل فيها مع الجمارك. ماذا يعني هذه المرحلة، وما هو القانون الذي يحكم عملية الجمركة كما يقال؟ الجمركة تم تشريعها بموجب قانون الجمارك الأردني اللي بتحدث عن أي بضائع بتم استيرادها أو إدخالها إلى المملكة بموجب قانون الجمارك والبلاغات اللي صادرة عن دائرة الجمارك أو عن وزير المالية أو عن رئاسة الوزراء. هلأ قانون الجمارك شرع عمليات الشراء واستيراد البضائع من الخارج، من خارج الأردن إلى الأردن. يعني كل بضاعة حدد مجالات استيرادها، هل هي من البضائع الخاضعة للرسوم الجمركية أو غير الخاضعة للرسوم الجمركية. ما بعد جائحة كورونا ما تم صار في توسع كبير من قبل المواطنين بشراء المواد أو البضائع عن طريق الإنترنت أو عن طريق الأونلاين من خلال هاي الشركات اللي بتكون كل شركة صار إلها موقع وإلها صفحة على الانترنت، بإمكان المواطن أو الشخص أنه يشتري من خلال هاي الصفحات، يدخل على الصفحة يشوف البضائع اللي بتقوم الشركة بعرضها ومعاينتها وتقديم طلب شراء إلكتروني لهاي البضائع. فهاي العمليات الشراء هاي هي عبارة عن عمليات مشرعة حسب قانون الجمارك. نعم. يعني عندما نتحدث إذن عن التشريع هو للأفراد وللشركات، عندما نتحدث بشكل فردي هل هناك إعفاءات معينة؟ هل يتعامل القانون بنفس الطريقة مع التاجر مثلا؟ أكيد هناك في فرق بين البضائع اللي بيقوم بشرائها الشخص العادي وبين الشركة. هل الشخص العادي بإمكانه أنه يشتري أي بضاعة عن طريق الإنترنت، يدخل يشوف بعين أي بضاعة بيحب يشتريها بيشتريها طالما لم تكن هذه البضاعة من البضائع الممنوعة أو البضائع المقيدة أو البضائع المحصورة. فطالما أنه هاي البضائع مخصصة للاستخدام الشخصي للمواطن بإمكانه أنه يشتريها. الكميات اللي بتكون مخصصة للشخص الطبيعي أو للشخص العادي هي الكميات اللي بتكون للاستعمال الشخصي، ما زاد عن ذلك. يعني إذا الإنسان مثلا اشترى مثلا ملابس معينة أو أدوات كهربائية أو أدوات للمنزل مثلا، بإمكانه يجيب بكميات محددة للاستعمال الشخصي. الشركات بتستورد مثلا تستورد كميات بتكون للغايات التجارية، طالما إذا كانت هاي الكميات كميات كبيرة بتصير خاضعة للرسوم الجمركية ولا تشملها الإعفاءات. الإعفاء بيكون عادة للبضائع اللي بيتم استخدامها للاستعمال الشخصي، استيرادها عفوا للاستعمال الشخصي للأفراد. نعم، ولكن يعني الكثير من المواقف أستاذي، يعني إحنا كسيدات واجهتنا كثير من المواقف، أحيانا فستان عروس مثلا. يعني واجهت أكيد، يعني سمعت بهاي القصص كثيرا، اتجمرك بأكثر من حقه مثلا. ما الشيء الذي يحكم هذا الموضوع وهو استخدام شخصي بالنهاية؟ هو في سقف معين للبضائع اللي بإمكان الشخص شرائها.
يعني واحدة مثلا دخلت عجبها فستان اشترت هذا الفستان، في سقف معين للبضائع الشخصية، مش يعني مش الأمر مش مفتوح على مصراعيه، بإمكانها تشتري لحد معين، مثلا قطعة واحدة لغاية الإعفاء بيكون لغاية تقريبا 100 دينار، هاي البضائع الشخصية لغاية 100 دينار هاي معفية، يعني بيجي الطرد البريدي، أنت بتشتري الفستان مثلا من شركة من برا، بيجي الطرد البريدي على الجمرك، إذا كانت قيمته ضمن الحدود الإعفاءات الشخصية بيتم الإفراج عنه فورا، ولكن إذا كان قيمة الفستان مثلا يعني فوق 100 دينار، يعني 500 ألف دينار، بهاي اللحظة بيتم معاينة هاي البضاعة، ما بيتم الإفراج عنها، بيتم حجزها ومعاينتها وتقدير رسوم الجمركية على هاي البضاعة. يعني الملابس إلها بند تعرف معين، الأجهزة الكهربائية إلها بند تعرف معين، فقد يعني يواجه المواطن العادي أنه جاب بضاعة من الخارج ملابس مثلا وقالوا له هاي في عليها جمرك، طبيعي إذا كانت قيمتها مرتفعة جدا، يعني في بعض زي مثلا فستان عرس ممكن يوصل ثمنه 2000 و3000 دينار، هاي بيكون أكيد عليها رسوم جمركية بتخضع لبند القيمة، بيتم تقدير قيمة هاي البضاعة من خلال دائرة ما للخبير في تقدير هذه الأمور؟ أول شيء ما ضلش شيء يمكن حقه 100 دينار بطبيعة الحال، معناته إحنا عم نحكي إنه معظم ما يشترى عن طريق الإنترنت هو خاضع للجمارك، فبالتالي هناك يعني بضائع مختلفة وأصناف مختلفة حتى من ناحية الفستان، من الذي يقدر هذا الفستان؟ هذا قديش قيمته؟ وكيف سيقدر؟ لأنه يعني ما حدا بيعرف بالخباز بالخبز غير الخباز، يعني فهاي عملية فيها معضلة، كيف ممكن أثق بهذا الموضوع؟ في دائرة الجمارك في مديرية اسمها مديرية القيمة، مديرية القيمة هاي بتشتغل على تقدير قيمة البضائع المستوردة، ترتبط دائما أي بضاعة بيتم استيرادها ترتبط رسومها الجمركية بشيء يسمى القيمة، يعني الثمن المدفوع لهاي البضاعة في منشأها، يعني قديش أنت مثلا اشتريتي قطعة من الملابس مثلا من أي بلد خارج الأردن، قديش القيمة اللي دفعتيها ثمن لهاي البضاعة، بناء عليها هاي تعتبر اسمها القيمة، قيمة الصفقة أو قيمة البضاعة، بناء على القيمة بنروح على إشي اسمه التعرفة، كل في جداول تعرفة، مثلا الملابس إلها تعرفة معينة، الأجهزة الكهربائية لها تعرفة معينة، ودائرة الجمارك يعني دائرة من الدوائر الريادية يعني بهذا الموضوع، بتتعامل بتطبق عليها قاعدة اسمها قاعدة القيمة، دائما بنأخذ لما نفرض الرسوم الجمركية بنفرض الرسوم الجمركية بناء على قاعدة القيمة، بيتم تخمين البضاعة تقدير قيمتها ومن ثم إخضاعها إلى الرسوم الجمركية حسب جداول التعرفة، ولا يكون الأمر جزافي، ما في شيء جزافي، هي بتتعامل بناء على إحنا الآن في تطور مستمر أستاذ فاروق، يعني كمية السلع والأدوات وأحياناً هدايا ممكن أن تصل لبعض الأشخاص غير معروفة إيش هي ماهيتها، لكن يظهر عليها شيء معين، كيف ممكن أن نعرف أو نتأكد يعني أنه هناك تحديث دائماً لهي القوائم، لهذه الأمور، لهذه السلع، لهذه الأدوات، لأنه القيم تختلف وممكن أنه تفرق مع في أشخاص ممكن تفرق معهم بسبب الجمارك بشكل كبير جداً. مظبوط، هلا حكيت لك انه في كل بضاعه، اي بضاعه ممكن انه انا اشتريها عن طريق الانترنت ما لم تكن بضاعه ممنوعه، والبضائع الممنوعه معروفه هي يعني البضائع اللي بنص القانون انها ممنوعه، وفي بضائع محصوره هاي بحصر القانون، قانون الجمارك او القوانين الاخرى بحصروا استيرادها في جهات معينه، وفي بضائع اللي هي البضائع المقيده اللي بيكون استيرادها مقيد بإجازة من الجهات الحكومية، مثل استيراد الأدوية وغيره وما شابهه، هاي الأمور بقدر ما خلاف ذلك أي شيء أنا بقدر إني أشتريه عن الأونلاين وأستورده، فتقدير القيمة الجمركية لكل بضاعة هي محددة حسب قائمة السلع وبنود التعرفة في دائرة الجمارك حسب البلاغات اللي صادرة بموجب قانون الجمارك. فمثلا يعني بدك تستورد مثلا ملابس، الملابس إلها بند تعرفة معين، الأجهزة الكهربائية إلها بند تعرفة معين، الأثاث إله بند تعرفة معين، حسب القيمة وحسب
بند التعرفة الجمركية، فكل بضاعة، كل نوع بضاعة له بند تعرفة معين بناء عليه بيتم إخضاعه للرسوم الجمركية. فما في شيء جزافي وكل شيء واضح، يعني مجرد بدخله في يعني نظام عند دائرة الجمارك مباشرة لما تيجي البضاعة، مثلا ملابس إلها بند تعريفي معين، مباشرة بدخلوا هاي على السيستم اللي بيشتغلوا عليه دائرة الجمارك بيبين كم الرسوم الجمركية اللي خاضعة إلها الملابس. مثلا الملابس يمكن تكون مثلا 20% من القيمة أو 20+16 ضريبة أو 30% حسب، يعني في ملابس، في حقائب، في خلافه. فكل صنف بضاعة معين له بند تعرفي في دائرة الجمارك. نعم، يعني أخيراً أستاذ فاروق، عندما نتحدث عن فكرة الرسوم، هل هناك سقف معين؟ يعني هل هناك نسبة وتناسب بين قيمة الشيء والجمرك الذي يفرض عليه بالنهاية؟ أكيد، هلا دائماً الرسوم الجمركية أهم قاعدة لفرض الرسوم الجمركية على البضاعة هي قاعدة القيمة. يعني بيتم تقدير كم قيمة هاي البضاعة. يعني أنت اشتريتي مثلا فستان من أي بلد، مثلا من أوروبا، جبتي فستان من إيطاليا من أي مكان، بيكون في فاتورة بتبين قيمة الصفقة، يعني قيمة البضاعة لما اشتريتيها كم قيمة هاي البضاعة. بناء على القيمة بيتم فرض الرسوم الجمركية. فدائما المعيار الأهم هو معيار القيمة، دائما بأخذوا إشي اسمه القيمة، بيحددوا قيمة هاي البضاعة قديش. لما أنا بشتري شغلة مثلا أو بستورد شغلة من الخارج بحدد قديش مقدار قيمة هاي البضاعة، وبناء على قيمتها بتفرض الجمارك الرسوم الجمركية ما لم تكن هاي البضاعة من البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية. حكينا أنه البضائع بتكون، البضائع ممكن تكون مش خاضعة أبدا للرسوم الجمركية، ممكن تكون بضائع معفاة. يعني إذا أنا مثلا اشتريت ملابس من الخارج واستوردتها بموجب طرد بريدي، دائما بتكون هاي ضمن، إذا كانت ضمن الإعفاءات ما بتدفع رسوم جمركية غالبا. يعني وهاي اللي معظم الناس بتداولوا، يعني بيشتروا قطع مثلا قطعة قطعتين لأولاده بيوصلوا على مثلا قطعة بموجب طرد بريدي، بتوصلوا لعند البيت بدون ما تكون خاضع لأي رسوم. يعني هو يمكن اللي أثار هذا الموضوع أنه مع كورونا أصبح الناس يلجؤون لموضوع الأونلاين بشكل كبير جدا، فأكيد النسبة يعني لما يصرفوه عبر الإنترنت ممكن يكون أكثر. ولكن أريد أن أشكر وجودك معنا اليوم، المحامي فاروق الواكد، صباح الخير لك، أهلا وسهلا.